متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية لهذا الأسبوع، تقريبا الأسبوع الأول من شهر 7، شهر يوليو تموز. المملكة عاشت خلال الأسبوع الأخير من شهر 6 أجواء حارة، لكن أود تذكيركم أن معظم أيام شهر 6 حتى بدايات الأسبوع الأخير كانت المملكة ضمن أجواء ذات درجات حارة أقل مما هو كان معتاد عليه، وكانت الأجواء أقرب إلى الربيعية من كونها صيفية، عدا الأسبوع الأخير الذي ارتفعت به درجات الحرارة بشكل لافت. الآن سنستعرض سوية كيف ستكون الأجواء في هذا الأسبوع الأول من شهر 7، ونبدأ هذه التوقعات يوما بيوم بنهار يوم الأحد. المتوقع أن يشهد تراجعا لافتا على درجات الحارة، مثلا تتراجع درجة حرارة في العاصمة إلى 29 درجة مئوية، وهي تقريبا أقل بقليل مما هو معتاد عليه، وبالتالي الأجواء يوم الأحد سنشهد عليها تغيرا ملموسا عما كانت عليه الأجواء خلال الأيام الماضية. تنشط سرعة الرياح أيضا غدا، حتى نلاحظ أن في مدينة إربد مثلا شمال الأجواء ستكون ذات رياح نشطة والعظمى 30 درجة مئوية، تكون في جبال الشراء 27 درجة مئوية، 32 درجة مئوية في مدينة معان، و40 درجة مئوية في العقبة. تبقى الأجواء حارة نوعا ما في تلك المناطق، وأيضا حتى في 39 درجة مئوية مع أجواء مغبرة بعض الشيء، وذلك أن غدا هناك نشاطا في سرعة الرياح متوقع في ساعات ما بعد الظهر. ملاحظة أخرى أيضا بين درجات حرارة الصغرى ليلة الأحد على الاثنين ستشهد أيضا تراجعا لافتا في بعض المناطق، فمثلا تسجل الصغرى 19 درجة مئوية في العاصمة عمان بعدما سجلت 25 درجة مئوية ليلة الجمعة على السبت على سبيل المثال. أيضا ترتفع نسب الرطوبة في ساعات الليل، وتظهر بعض السحب المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبالتالي بعض من مناطق وسكان المرتفعات الجبلية العالية قد يلاحظون أن الأجواء تميل للبرودة في ساعات متأخرة من الليل. يوم الاثنين لا تغيير كبير تشهده درجات الحرارة، تبقى درجات الحرارة تقريبا حوالي 30 درجة مئوية في العاصمة عمان، 32 درجة مئوية في المنطقة الشمالية مع ظهور بعض السحب والغيوم المنخفضة في ساعات الصباح، 27 درجة مئوية عفوا في جبال الشرات، 33 درجة مئوية في مدينة معان، 40 درجة مئوية في العقبة، والأجواء تبقى حارة بشكل عام، و37 درجة مئوية في المنطقة الشرقية. هناك تراجع بسيط في درجة الحرارة في المنطقة الشرقية بمشيئة الله تعالى. الأجواء صيفية عادية سواء في ساعات النهار أو حتى في ساعات الليل. يوم الثلاثاء ارتفاع طفيف أو قليل على درجات الحرارة، لكن ذلك تبقى رغم ذلك تبقى درجات الحرارة حول المعدلات، وبالتالي الأجواء صيفية عادية معتادة في ساعات النهار، تميل قليلا للحرارة في لفترة وجيزة في ساعات الظهيرة في بعض الأودية والمناطق المنخفضة. تكون العظمى مثلا في العاصمة عمان 31 درجة مئوية، 34 درجة مئوية في مدينة معان، 41 درجة مئوية في العقبة، والأجواء هناك حارة طبعا بشكل لافت، 32 درجة مئوية في المنطقة الشمالية و28 درجة مئوية في مرتفعات وجبال الشراء. فيما إذا لاحظنا أن درجات الحرارة تعاود الارتفاع في منطقة البادية الشرقية، تصل إلى 40 درجة مئوية في منطقة الرشيد، والأجواء طبعا هناك حارة بشكل عام. يوم الأربعاء يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، تقترب من جديد ذات الكتلة الهوائية الحارة أثرت على المملكة خلال الأسبوع الماضي، تعاود الاقتراب من جديد من المملكة بعيدة يوم الثلاثاء يعني أيام الأربعاء والخميس. فنلاحظ يوم الأربعاء ترتفع درجة حرارة في العاصمة إلى 33 درجة مئوية في ساعات النهار، وبالتالي نتوقع أن الأجواء إجمالا تميل الحرارة في ساعات الظهيرة والعصر في مناطق عدة من المملكة. تكون 34 درجة مئوية مثلا في إربد، ترتفع إلى 30 درجة مئوية في جبال الشراء، في معان والبادية الجنوبية 36 درجة مئوية، حتى درجات الحرارة الصغرى ترتفع أيضا بشكل لافت، وتخف نسب الرياح والبرودة في ساعات الليل في بعض المرتفعات الجبلية العالية، ترتفع إلى 42 درجة مئوية في مناطق الأغوار والبحر الميت وحتى في خليج العقبة، وسط أجواء طبعا تعتبر حارة جدا في ساعات النهار، وتصل إلى 41 درجة مئوية في البادية الشرقية، وبالتالي عموم المناطق الصحراوية البادية مناطق الأغوار البحر الميت والعقبة تعيش أجواء حارة ودرجات حارة أربعينية تستوجب الحذر أيضا من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وينصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات الباردة، ودائما ندعوكم في معظم المناطق إلى عدم ترك أطفالكم في المركبات في ظل هذه الأجواء الحارة التي تسود في بعض أيام هذا الأسبوع. يوم الخميس من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، تصل إلى 34 درجة مئوية في العاصمة عمان، وبالتالي نسبة الحرارة تزداد في الأجواء. سنشهد أجواء حارة بعض الشيء لفترات تمتد ما بين الظهيرة والعصر في مناطق مختلفة من المملكة، تصبح أكثر اعتدالا في ساعات الليل بشكل عام في أغلب المناطق، لكن مناطق ذاتها الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية ترتفع بها درجات الحرارة لمستويات 40،
مثلا تسجل في العقبة 43 درجة مئوية يوم الخميس المقبل، والوسط الأجواء تعتبر شديدة الحرارة في تلك المناطق وتصل إلى 42 درجة مئوية في منطقة البادية الشرقية. ذات التحذيرات والنصائح نوجهها إلى تلك المناطق من يوم الأربعاء يوم الخميس أيضا تستمر معنا بضرورة الانتباه لهذه الأجواء الحارة، تصل مثلا في مناطق البادية الجنوبية في معان إلى 37 درجة مئوية، وبالتالي أيضا الأجواء تعتبر حارة بشكل لافت. نختم توقعات هذا الأسبوع بيوم الجمعة المقبل، وتراجع قليل على درجات الحارة، تبقى درجات حارة تقريبا إجمالا أعلى من معدلاتها بقليل، والأجواء تكون صيفية عادية لكنها تميل الحارة في ساعات ما بين الظهيرة والعصر إجمالا، وفي ساعات الليل تكون الأجواء أكثر اعتدالا، تبقى الأجواء شديدة الحرارة في مناطق مثل الأغوار والبحر الميت والعقبة وبعض مناطق البادية. إذن هذا كان ما هو كل لدينا بشأن توقعات هذا الأسبوع، الأسبوع الأول من شهر 7 شهر يوليو، الذي طبعا من المتوقع أن يحمل معه فترات حارة وفترات ذات درجات حرارة معتدلة بشكل عام. هذا الأسبوع منقسم إلى قسمين، يبدأ بانخفاض درجات حرارة لكنه ينتهي بارتفاع متوقع على درجات الحرارة. دمتم دائما بخير ومحبة، إلى اللقاء.